اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى النهارده كنت لكم معايا علبه صلصال تجنن. واو اسمها بوستاكو سوبر كنيته اللي هو صلصال لونه بالميتاليك الجولد. ايه بوستاكو ده؟ تعالوا نفتحها ونتفرج عليه ونشوف يا ترى الصلصال الذكي ده عباره عن ايه بلون الايه الذهبي الميتاليك اللي بيلمع جامد قوي قوي قوي. طبعا كلنا بنحب الصلصال الذكي. ممكن نقدر ان احنا نعمل له باونسينج ونقدر كمان ان احنا نرابط وستريتشت ونقدر ان احنا نشكله زي ما احنا عايزين زي اللي بين بالظبط. الله اهو نفتحه بقى كده من دلوقتي ونتفرج عليه من جوه يا ترى بقى هيكون عباره عن ايه. هنشوف دلوقتي مع بعض. حابه ان احنا نفتحه الاول. بصوا في سوليتاب كده بتاعه هنفتحه كده من ناحيتين. اهو بعدين هنشيل بقى ده كده. الله بصوا بقى مقفول كده في كيس. اهو بصوا فتحناه بقى كده وهنطلعه من جوه. الله شفت شكله حلو ازاي؟ لا شكله جامد جدا وسهل قوي ان احنا نشكله. لا لونه فعلا يجنن. بصوا لونه الذهبي ده. بصوا نقدر بقى ان احنا نحط بقى فيه صوابعنا وهنا معانا الكيس كده اهو. وبعدين بقى نفعص فيه براحتنا وبنمط بقى فيه كده. الله شفت بقى لونه جامد ازاي شبه الرملة كده جدا. لا صراحة لون الميتاليك بتاعه عجبني قوي. سهل ان احنا نشكله ونقعد نلعب بيه. ونحرك بقى فيه زي ما احنا عايزين. وحطيته بقى كده هناك. الله بصوا بقى حلو ازاي. تعالوا بقى نجربه دلوقتي نشوف يا ترى يقدر ان هو يعمل باونسينج وستريتشنج ونقصه يرجع تاني ولا لا. اول حاجه عملته كوره كده عشان نشوف هيقدر ان هو ينط ولا لا. بصوا الاول استنى فعصه بس كده جامد. شفتوا سهل ان هو يتشكل ازاي. عملته بقى كوره عشان اعمله باونسينج دلوقتي عشان هنططه ونشوف يا ترى هينط. شفتوا بقى بينط ازاي. بعدين ان احنا نشكله كده كده جربنا حاجتين اهو. بصوا بينط جامد جدا. دلوقتي بقى هنحاول ان احنا ايه نعمل له ستريتشنج ونمطه. اهو بصوا بقى بيعمل ستريتشنج ازاي. الله اهو عملنا له بقى ستريتشنج كده كمان. اوهو شفتوا يا نهاري. كمان نقدر ان احنا نعمل له ستريتشنج وباونسينج ونقدر ان احنا نقطعه وبيرجع تاني. كده بقى قطعناه. فاضل لنا بقى اخر حاجه اللي بتاعت الاسترتشنج شبه اصلا البينات باتر زبده الفول السوداني اهي. بصوا بقى نشوف هنحاول ان احنا نعمله ستريتشنج. بصوا بقى بيمط قد ايه يا نهاري. شبه بتاعت بصوا ممكن نعمله كده طبقه فوق بعض. بصوا يا نهاري شفت بقى بيمط قد ايه. واو قدرت ان انا الففه كده حوالين ايدي كلها. اتمنى يا اصحابي انه يكون عجبكم. بليز قوليلي في الكومنتات رايكم فيه. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك سبسكرايب عشان كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي. باي باي.